الغضب باتجاه منطقة الشفا. هاي الأفق، بالأفق تبدو عنجرة، بالأفق البعيد تبدو مدينة عنجرة. هذه الغابات دائمة الخضرة، إيفر جرين فورست. ماري لاس كم بعيد عن هون؟ 3 كيلو. مزارع اليسار، مزارع تريفية أنيقة ما شاء الله. يعني إحنا عز الصيف الخضار بهالطريقة هذه، فما بالك بالربيع؟ هذول الآن بالأفق البعيد برضو قلتها شلون عزون. هناك مسار سياحي بين محمية عزون ومارلياس وقلعة عزون. الآن محمية عزون أصبحت على اليمين، ومارلياس في الوسط، والقلعة على اليسار.